أي حركة يتحركها الإنسان في صلاته نستطيع أن نجعل لها حكم من الأحكام الخمسة. عندنا أحكام خمسة لأي حركة في الصلاة. 在拜功当中的一些动作, حركة محرمة. 有一些动作是被禁止的. الأكل, الشرب في الصلاة, الضحك. 以及吃啊喝也笑，这都是拜功当中. حركة كثيرة يتحرك حركة كثيرة في صلاته. 以及一些小动作. الثاني حركة قليلة. 再有一点. 有一些人是非常细微的动作, لكن لغير حاجة لا يحتاج هذه الحركة. 是没有必要的一些细微的动作. هذه مكروهة. 这都是算憎恶的. مثل يلتفت في صلاة التفات قليل. 以及比如有些人眼睛来回看. الثالث حركة جائزة مباحة. 还有一种动作是允许的. مثل جاءت بعوضة على أنفه وحركها كذا يصح. 比如来了一个蚊子，你把它轰走，那是可以的。 حركة مستحبة. 有一些动作是被喜爱的，可嘉的。 سد الفرج. 把这个人和人站的时候要不要留空隙。 الخامس حركة واجبة. 有一些动作是必须要做到的。 وجد مثلا على طاقية نجاسة. 如果看到这个玳瑁上有脏东西。 لابد أن يزيل الطاقية ويزيل النجاسة حتى تكون الصلاة صحيحة. 如果知道你的帽子上掉上脏东西了，要把帽子要。 نعم, مبطلات الصلاة أشياء إذا جاءت في صلاتك فالصلاة باطلة. 有些事情在拜功当中出现，那你的拜功就无效了。 الأول. 比如. الكلام العمد يتكلم متعمدا. 第一个就是. 故意说拜功以外的话, عالما تحريم الكلام في الصلاة. 然后故意说在说拜功之外的话, ذاكرا لا ناسيا. 想拜功以外的事情不断的去想. الصلاة باطلة هنا. 那样他的拜功就无效. لكن لو تكلم ناسيا أو جاهلا تحريم الكلام في الصلاة فالصلاة صحيحة. 如果他是无意的疏忽无意的说 الأكل, الشرب في الصلاة, الضحك, الحركة الكثيرة المتتابعة متوالية عرفا لغير حاجة تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك. الالتفات الكثير عن القبلة, يعني التفت هذا الاتجاه وهذا الاتجاه عن القبلة. 左顾右盼，这个动作非常大的左顾右盼。 انكشاف العورة خاصة من يصلي في البنطال عندما يسجد أو يركع, إذا انكشفت العورة فالصلاة باطلة. 露出了羞体，比如鞠躬叩头把羞体露出来了，那么他们的拜功是无效。 انتقاض الطهارة, يعني خرج منه ريح مثلا وهو يصلي, الصلاة باطلة, لابد يخرج يتوضأ ثم يرجع يعيد الصلاة. 比如这个坏小症的事项出现，比如放屁了等等，那么他的拜功无效。نعم.